الكابتن محمد نور، نعم اخبار بكل قوه تنتشر انه اللاعب خلاص يعني ما بقى له التوقيع، صحيح. انه تم الاتفاق على الخطوط العريضه ولا حتى الخطوط الرفيعه غير العريضه، وانه اللاعب في طريقه للنصر، هي بس مساله اجراءات. عندك شيء تبغى تضيفه على هالموضوع؟ لانه شفنا خبر عندكم بعد في جول اون لاين في هذا الاتجاه. والله جاتنا معلومات من قلب نادي النصر انه بالفعل الاستاذ عبد الله الحمد موجود في نادي النصر، وهذا الكلام انتشر الان كثير، وانت اذا تؤكده محمد نور ما يحتاج، يعني لاعب كبير، لاعب مهم، حاضر بدنيا، جاهز، ما عنده مشكله، ما عنده مشاكل اصابات، يعيش تحدي اذا لعب للنصر في كاس الابطال لانه بيلعب هاوي. اتمنى له التوفيق، وايضا النصر بحاجه الى لاعب مثل محمد نور، بل محمد نور ينجح في اي فريق، قائد فني عالي في المستوى، لو حتى يلعب 60 دقيقه يربح الفريق. كابتن، عند محمد نور شيء يقدمه في الملعب بصراحه بدون عاطفه، يعني نبغى رايك الفني اللي يعتمد على الخبره، عند نور شيء يسويه لو نور يسمع كلامك اليوم، يلعب ولا ما يلعب؟ ايش تقول له؟ انا في وجهه نظري نور يقدر يعطي سنتين. سنتين؟ سنتين. والسنه الاولى يعني انا باذن الله ان اي نادي بيروح له حيكون الرد قوي، لان الشخص يعني متحمس، واصلا اذا ما احترف خارج السعوديه معناته هو يبغى يرد داخل المملكه. انا في وجهه نظري اذا كان فعلا على ما قال ابو احمد ان الاخ عبد الله حمدان انه كان في نادي النصر، فانا اعتبر ان اجراء من اداره النصر غير منطقي. ليش؟ يعني انت تبغاها اعلاميا، نور بيوقع، نور مو موقع، المفروض واللي متبع اجلس معاه برا 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 النادي، اذا اتفقتوا على كلش تعال وقع في النادي انت وياه. فنيا يفيد النصر؟ محتاج النصر؟ محتاج واحد زي محمد نور؟ انا اتوقع انه محتاجه كثير، وهذا الكلام انا قلته اول ما جاء حسين عبد الغني للنصر، وكثير يعني اول ما جاء حسين يعني في معارضات، وايضا الان اصبح حسين عبد الغني من اهم اللاعبين موجودين في النصر، يعني تحط حسين عبد الغني تحط 10 بعدين. انا اتوقع انه لو جاء مع نور مع مثلا حسني باستوس في النص، يعني انت تخيلها كذا، نور لاعب مفكر داخل الملعب. في ناس تعتمد على المجهود وبس، لا، نور يعتمد على مجهوده ويعتمد ايضا على نظرته يعني داخل الملعب، وهذه قليل يعني تلقاها مثلا في 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 لاعبين. ميسي امس هو مريض، نزل في اخر 10 دقائق خلص واهل، مش بس يعني اهل برشلونه. فؤاد نور، يعني انت تقول انه محمد نور عنده القدره انه يعطي سنتين في الملعب بالراحه. يعطي سنتين. طيب خلينا نشوف المباراه الثانيه بين الرائد والوحده، الوحده هبط رسميا، الرائد يعني في طريقه لتحسين مركزه في. ممكن اكمل جمله بس؟ كمل. احنا مشكلتنا تدري وش هو؟ ان اللي يخلي لعيبتنا ينتهون في هذا العمر. خاصه اللاعبين المبدعين، اللاعبين ايضا اللي خدموا انديتهم وخدموا الكره السعوديه. احنا لو شفنا البارح شفنا شنايدر قبل البارح كم عمره، شفنا دروغبا كم عمره، وتخيلنا بطوله اوروبا. احنا الفرق بيننا وبينهم الانضباط الاحترافي غير موجود عندنا، لو كان موجود يعني انا اقول لك يعني عمر 35 انا اتوقع ان بيرلو كل اجيب لك 6 أسماء 7 أسماء نجوم، مو يعني اي كلام، نجوم يلعبون في بطوله اوروبا. بس احنا عندنا دائما نحسس اللاعب ونحسس الاداره ونحسس ده كان اللاعب بيدخل معها عكاز. صحيح. يعني 35 يعني اكثر النجوم اللي يعتبرون نجوم في اوروبا يعتبرونه عز النضج الكروي بالنسبه للاعب.